كشفت الندوة الصحفية التي نظمتها وزارة الداخلية عن القائمة الإسمية المتورطة في اغتيال المنسق العام للتيار الشعبي محمد الإبراهيمي، وهم 14 متورطا أغلبهم في حالة فرار، وأبرزهم أبو بكر الحكيم المورط الأول والمباشر في اغتيال الإبراهيمي. المظلوم فيهم في تلك الحادثة 14 شخصا، منهم المدعوين ياسر الموري، محمد علي دمق، محمد أمين الجاسمي، صابر النشدي، وهما في حالة احتفاظ أو إيقاف من قبل السيد قاضي التحقيق المتعهد. وكل من كمال الجبجابي وأحمد الرويسي وعز الدين عبد اللابي ومروان بلحاج صالح وسلمان مراكشي وأبو بكر الحكيم المكتشف أخيرا ولطفي الزين وعلي الحريزي وهم بحالة فرار. وقد تبين من خلال التحاليل الفنية أن السلاح الذي استعمل في اغتيال الإبراهيمي هو نفس السلاح الذي اغتيل به شكري بالعيد وبنفس الطريقة. كما أثبتت التحريات أن، وهذه معلومة قد فوجئنا بها، أن السلاح المستعمل وهو سلاح نصف آلي من عيار 9 ملم هو نفس السلاح الذي اغتيل به الشهيد شكري بالعيد. أبو بكر الحكيم هو عنصر سلفي متشدد وصف بالخطير وهو في حالة فرار، وقد تبين تورطه في إدخال السلاح إلى تونس وضلوعه المباشر في اغتيال الشهيد محمد الإبراهيمي، وهو من اقتدى وسيلة النقل المستعملة في الجريمة. أن الضالع في الاغتيال هو المدعو أبو بكر الحكيم، وهو عنصر سلفي متشدد تكفيري سبق أن تورط في قضية مسك وإدخال أسلحة إلى الجمهورية التونسية. تقدم الأبحاث بطريقة سريعة والكشف عن القائمة الإسمية للمورطين يطرح السؤال عن مدى نزاهة وشفافية هذه التصريحات التي سرعان ما تلقفتها صفحات المواقع الاجتماعية، والتي أشارت إلى أن أبو بكر الحكيم في السجون الفرنسية منذ سنة 2000. ويبقى الخبر الذي تنقلته هذه الصفحات يحتاج إلى التأكيد أو النفي، لكن الأهم من ذلك، من المستفيد من سلسلة الاغتيالات وما قد ينجر عنها في أحوال البلاد؟